اليوم تتحضروا معنا هذه النسخة نتاع الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هنا في معرض الفرص بالجديدة. كاينة 18 فرقة مشاركة من جميع أنحاء المملكة. المباراة تتقام على مدة نتاع 5 أيام، مع العلم بأن النهار الأخير اللي غيكون هو غدا السبت إن شاء الله غيكون المعامل جوج، أي النقاط نتاع غدا تضرب في جوج. هاد الصربات ب 18 عندهم الحق في 4 نتاع الدوزات تكون نهار قدام لجنة التحكيم اللي تتكون من 5 الحكام فيدراليين. كاينه المرحله الاولى فاش تجي الصربات تتقدم قدام الحكام، هذه المرحله تسميها الهداء او التدريجه. في هذه المرحله بالضبط تنقطوها على 25 نقطه، تناخذوا بعين الاعتبار الحالة الصحية للخيول، القوائم للخيول، وتناخذوا سميتو اللباس، واش اللباس تقليدي، وكذلك الحالة نتاع السروج والطريقة باش داك المقدم نتاع الصربات يجيب دوك 14 الناس اللي راكبين معاه، تيبان واش يقد الناس ديالو، واش كاين واحد التناسق واحد التناغم بين جميع افراد الصربه. من بعد تجي مرحله الطلقات، كل فرقه عندها سميتو 3 نتاع الطلقات في النهار. في كل طلقه تنوطيو واحد 3 نتاع المراحل. عندنا الانطلاقه، يعني منين تيخرج من راس المحرك، هذه تنوطيوها على 3، ومن بعد اللجنة تتقيم حركات اللاعب نتاع الصربات، لأن كما تعلمون كل صربة هنا في المملكة عندها نوع نتاع اللعب ديالها. كاين الطريقة الشرقاوية، الصحراوية، الخياطية، الحيانية إلى غير ذلك. دونك الحكام تيقيموا واش ديك الفرقة تدير ديك اللعبة اللي كاينة في المنطقة ديالهم. وتجينا المرحلة الأخيرة هي مرحلة الطلقات. هنا اللجنة تنقلبوا على الطلقة الموحدة، شحال ما كانت ديك الضربة اللي تتسمع نتاع البارود مجموعة، تيبان بأن الصربة راه متناسقة بيناتها، ومن هنا تعطي واحد النقطة اللي تطابق داك المعيار. تنقوموا بجميع النقاط، دابا شوية تنقوموا بجميع النقاط، وتيوقع كل واحد تيعرف شحال جاب النقاط في النهار، وفي الأخير إن شاء الله غدا السبت غادي تعاود نفس المرحلة. هي هاد المرة غيكونوا النقاط مدوبلين، وغادي يبان شكون هو الفائز بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة نصره الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.